بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده وبوضوح. النهارده ليله خاصه جدا، لها يعني جماليات خاصه، لان احنا النهارده هنعيش ليله جميله، ليله محمديه في مديح رسول الله عليه الصلاه والسلام. يسعدني جدا ان استضيف هذه الحلقه المتميزه الدكتور احمد الكحلاوي الذي يلقب بمدح الرسول عليه الصلاة والسلام لتميزه في هذا اللون الجميل من الإنشاد، هو مديح الرسول عليه الصلاة والسلام. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور، وسعداء بوجودك معنا النهاردة في هذه الليلة الجميلة. أهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب والسادة المشاهدين بألف صحة وسلام. يا أهلا بيك، وطبعا برحب بفرقة الدكتور أحمد الكحلاوي الجميلة العظيمة اللي منورنا مشرفنا يا فندم. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. يعني الحقيقة الواحد دايما بيسعد لما بنشوفك دايما كده، والإطلالات الجميلة والإرهاصات الفنية الجميلة بتاعتك اللي دايما بتسعدنا بيها يعني، ودايما بنبقى شواقين احنا نستمع ليك. الحمد لله. فقبل ما نبدأ نتكلم عايزين نستمع يعني عشان نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بإيه تحب حضرتك؟ أنا اللي أنت عايزه تحت أمرك. نبدأ بلجل النبي إن شاء الله. يلا تيمونا بشيخ المداحين رحمة الله عليه. علينا. يلا. تفضل. اللهم صل على حضرة النبي. يا آل بيت النبي الأذى ويفي، يا لبيت النبي، يا لبيت سيدنا النبي الذا ويفين، الذا ويفين، الذا ويفين، قالوا زور سيدنا النبي والكعب والحرمين. ولجل النبي، لجل النبي، لجل النبي القعدة حلوة، والنبي عند النبي. لجل النبي، لجل النبي، لجل النبي، لجل النبي، لجل النبي انصر بلادنا والنبي، لجل النبي، لجل النبي، لجل النبي، لجل النبي، تقبل صلاتك على النبي، لجل النبي. يا إله الكل كل عباد. ايه حصل لي، ايه حصل لي، انا في جاه النبي ارحم عبيدك، انا حبيب النبي اقبل صلاتي على النبي، لاجل النبي، 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 يوعدك يا رب بالنبي، لاجل النبي، لجل النبي، لجل النبي، لجل النبي، لجل النبي.
حسون هو حسبي. غير باب لم يكن لي، غير باب لم يكن لي، أنا في جهنم ارحم عبيد والناس، أنا حبيبي حبيبي الناس ابن صلاتي عنا، أنا في جهنم اكرم عبيدك والناس لاجل النبي النبي النبي، لو عدته يا رب بالنبي لاجل النبي. الله الله الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. الحمد لله ما شاء الله. ايه الجمال يا عم احمد، الله يفتح عليك ويكرمك يا رب، ينفعنا بيك دايما والله يا رب. الله يخليك. الله الجمال ده، الحس ده، الصدق ده، ده مصدره الصوت ولا القلب؟ اللي يغني للنبي غير اللي يغني لاي حد عليه الصلاه والسلام. طبعا طبعا. كانت الكلمه دي، الله ينور عليك، فكرتني بالوالد رحمه الله عليه الشيخ المدحين. مره كان عندي احتفاليه وصوتي كان تعبان جدا وخايف، قال لي انزل. قلت له يا بابا صوتي، قال لي انزل. المطرب يغني بصوته، المداح بيمدح بقلبه. الله. وكانت من اجمل الاحتفاليات اللي ربنا اكرمني فيها الحمد لله. ففعلا حضرتك لما بتشوف المواصفات اللي بيقولوا عليها دائما في المعاهد الفنيه لتوصيف الفنان، يقولوا غير الصوت ومساحة الصوت ومخارج الألفاظ الإحساس، الإحساس القوي. وكان يقول إن المطرب العاطفي هو الإحساس بقى كله. أنا بقول إن مداح سيدنا النبي والمطرب الديني إحساس أعلى، لأن الحب هنا للذات العالية، الحب والعشق كله لسيدنا النبي، مش لحبيب فاني ولا لموضوعه ينتهي أو فيه هجر، لا لا لا. اللي بيحب حضرة النبي مفيش هجر أبدا، واللي بيحب ربنا الرضا اللي ما بعده سخط إن شاء الله. الله الله دكتور. نعم. الله انجبرتم كسرة. دي أصليها حكاية. نعم. اسمح لي أقول لك عليها. تفضل. دي كتبها رجل من الأئمة الصالحين اسمه عبد الغني نابلسي. نعم. كتب بلسان حال سيدنا الإمام علي زين العابدين. وسيدنا الإمام علي زين العابدين يعني ابن مولانا سيدنا الحسين، كان حزين على مقتل أبوه سيدنا الحسين، وحزين لبعده عن مقام حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. فكان كل ما تطلع رحلات عمرة أو تجارة أو حج يبقى حزين أو فيسألوه مالك يا إمام، يقول لهم جبرتم كسر قلبي قربوني للمقام، قربوني للمقام، أو هجرتم يا حبايب فعلى الدنيا سلام، جبرتم كسر قلبي قربوني للمقام، قربوني للمقام، أو هجرتم يا حباي فعلى الدنيا السلام، فعلى عبد مطيع انظروا لي يا كرام، إنني عبد مطيع انظروا لي يا كرام، قالت أخبار الديادي كل أرباب الغرام، قالت
انجبرتم كسر قلبي قربوني للمقام قربوني للمقام يا سلام فعلى الدنيا السلام انجبرتم كسر قلبي قربوني للمقام قربوني يا حبايب فعلى الدنيا السلام فعلى الدنيا السلام عبد مطيع انظروا لي يا كرام انني عبد مطيع انظروا لي يا كرام قالت اقمار الدياكي كل ارباب الغرام قالت اقمار الدياكي كل من يعشق محمد صلى الله عليه وسلم ينبغي الا ينام الله 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 كل من يعشق محمد ينبغي ألا ينام عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم وبارك يا حبيبي يا رسول الله عليه نعم أفضل نعم الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. حضرتك بتسمع أكيد الأغاني الجميلة اللي برضو في حب رسول الله وفي يعني في ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام، مين بيعجبك من المدحين الجداد؟ الحقيقة كلهم كويسين وكل واحد بيمدح حضرة النبي بيبقى كده في نفحة سيدنا النبي بيديها له، إنما بس أنا بقول يعني التخصص في مدح حضرة النبي له لذة واستمتاع لأن جلال وقيمة ومقام وقامة حضرة مولانا سيدنا النبي يعني كسيانة، فمش معقول يسمح لي من حضرته وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى إني أمدح حضرة النبي وبعد شوية تلاقيني على قناة تانية في أغنية عاطفية وكلب ومعايا، مش معقول يعني هبقى أنا هنا مش عارف بفقد مصداقيتي في الناحيتين على فكرة نعم. يعني لا 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 حرضي هنا ولا حرضي هنا، فاللي بيمدح سيدنا النبي ما بيقدرش يمدح حد هنا جميل. عليه الصلاة والسلام قمر نعم. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نعم نعم فدي نسمع قمرنا مولانا. حاضر يا حبيبتك قمر سيدنا حبيبتك حاضر حاضر اللهم صل على سيدنا النبي. سيدنا النبي من المولى اصطفاه فطاها في العلا أعلى علاه وخيرته من المولى اصطفاه وحبيب الله مولانا اصطفاه حبيب الله مولانا اصطفاه حبيب الله مولانا اصطفاه ألبسه رداء العز قمر
عبرته من المولى اجتباه. وطه في العلا على علا وخيرته من المولى اجتباه. وحبيب الله مولانا اصطفاه، حبيب الله مولانا اصطفاه، حبيب الله مولانا اصطفاه، حبيب الله مولانا اصطفاه. وألبسه رداء العز طه نسيم الوصل من أنفاس طه، وباقة الرضا في وجه طه. نسيم الوصل من أنفاس طه، وباقة الرضا في روض طه. وأعلام الهدى أبناه طه، أبناء طه، أعلام الهدى أبناء طه. وأسمى غاية المداح طه، فليس الحب إلا حب طه، وليس القرب إلا ساح طه، فليس الحب إلا حب طه، وليس القرب إلا ساح طه، وليس الشهد إلا ريق طه، ليس الشهد إلا ريق طه، ليس الشهد إلا ريق طه، ليس الشهد إلا ريق طه، وليس النور إلا وجه طه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. عليه الصلاة والسلام. نطلع نفاصل ونرجع تاني نواصل حوارنا مع مداح النبي الدكتور أحمد الكحلاوي. لا توهن ولا موت تخشى، وتقول لصاحبك لا تحزن دمعا، ولا موت تخشاه.
صحبك لا لا تحزن لما ماضي الحمام على باب الغار والعش بانا والعنكبوت قال يا سطار احميه ورام رجعت خصومك بندامه وحيرها الله وصلت يثرب بسلامه مرحبا يا خير داع الله 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 ألف صلاة محمد حبيب الله 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 ألف صلاة محمد حبيب الله ألف صلاة محمد حبيب الله حبيب الله اللهم صل وسلم علي وصحبه. انا عايز اسال حضرتك يا دكتور، انت الحقيقه طول حياتك وانا بعرف حضرتك من زمان وجمعتنا حضارات كتير، ده شرف، ده شرف لي. بحس دايما ان يعني انت تخصصت، وعشان كده يعني اطلق عليك مداح الرسول عليه الصلاه والسلام. الحمد لله الحمد لله. عايز اعرف يعني ايه اللي بتحسه وانت بتغني؟ يعني انت الحقيقه مش من الناس اللي لسه كنت بتقول مش ممكن الواحد يغني اغنيه في حب الرسول عليه الصلاه والسلام بعدين يغني على قناه تانية اغنيه تانية. انت زهدت الموضوع والدكتوراه اصبحت في حب الرسول عليه الصلاه والسلام، يعني اسمح لي اقول كده، لكن ايه اللي جواك؟ بتحس بايه؟ انقل لنا المشاعر دي. والله يا دكتور عمرو هو شيء لا يوصف، مش قادر اقول لك. انا لما بمدح سيدنا النبي والله وهذا حق، أنا بشعر إني ملك متوج، إني سمح لي أنا الفقير الضعيف إني أمدح حضرته. ومهما مدحنا إحنا هنقول إيه في حضرة النبي بعد رب العزة ما قال له وإنك لعلى خلق عظيم. ما هو ده، هو ده المديح كله عليه الصلاة والسلام. إنما أنا بقعد في حالة غيرة من الصحابة اللي شافوا حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، اللي قعدوا معاه، اللي كلموه، اللي استمتعوا بالنظر إلى وجهه. فأنا في حالة حب، والحقيقة الفضل يعود بعد الله إلى الوالد رحمة الله عليه شيخ المدحين. نعم. اللي كان له الفضل الأكبر في غرس حب حضرة النبي، مش فيا بس، فينا كلنا. من أول الدكتورة عبلة، أنا بقول في كلمة الأسرة الصغيرة الأول. نعم. من أول الدكتورة عبلة الكحلاوي
والدكتورة عزة والدكتورة عليا والدكتور محمد وأنا ورحمة، كلنا كلنا وشربنا ولبسنا وتنفسنا حب سيدنا النبي أكتر من الهدوم والأكل والشرب. الله. في كل شيء لعبنا لهونا صمرنا، لو سفرين في الطريق بنمدح سيدنا النبي، لو قاعدين قاعدة عائلية ما فيهاش مشاكل أسرية فيها تعالوا نتكلم عن سيدنا النبي وزوجاته، تعالوا نشوف أبناء سيدنا النبي قد إيه، طب قول يا أحمد زوجات سيدنا النبي، قول أبنائه حاجة جميلة. فلقينا إن حضرة سيدنا النبي تغلغل بقى في الخلايا وبقى في الدم وبقى الله مرحلة كبيرة قوي. الحمد لله. عليك سلام الله يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. عليك. حاضر. زمان بذنوب يحمل يا رب، يا رب لما الزمان بذنوب يحمل وفضلت ماشي أميل أميل ولا حد شال عني عني، يا رب لما الزمان بذنوب يحمل وفضلت ماشي أميل أميل ولا حد شال عني، وفي عز نور النهار ضل الطريق من فضلت ترتل الآيات، فضلت ترتل آياتك يا رب، لما هدي قلبي وحب النبي طمني، حب النبي طمني عليك سلام الله يا رسول الله، عليك سلام الله, الله يا رسول الله، عليك سلام الله يا رسول الله، عليك سلام يا خير خلق الله، الله عليك سلام الله يا نور عرش الله، الله يا عظيم الجاه يا خير خلق الله، الله بعثك إله علام أنزل عليك قرآن، بعثك إله علام أنزل عليك قرآن، يا بدر هل وباه يا بشرى للإسلام، يا بدر هل وباه يا بشرى للإسلام، قد تتر
رسالت الله صلى عليك الله أديت رسالت الله صلى عليك الله عليك سلام الله يا رسول حبيبي يا رسول الله. نطلع لفاصل ونرجع تاني هذه الليلة والأمسية الجميلة في حب رسول الله عليه الصلاة والسلام مع مداح النبي عليه الصلاة والسلام الدكتور أحمد الكحلاوي. اصنع جميل تلقاه
يعيب سلمها لله واعمل ايه طيب مع الله وصفي نيتك خليك مع الله خليك مع الله واجعل كتاب الله قضيتك خليك مع الله خليك مع الله خليك مع الله وصفي نيتك خليك مع الله خليك مع الله اجعل كتاب الله قضيتك خليك مع الله خليك مع الله ما ينوبك يلعب مينوبك يلعب غير جسميتك حاضر ده يوم يوم الحساب قريب سلفها لله واعمل ايه طيب خليك مع الله واعمل ايه طيب اعمله طيب سلمها لله ده البعيد قريب خليك مع الله واعمل الطيب اعمل الطيب خليك مع الله واعمل الطيب اعمل الطيب سلمها لله القلب عيد قريب الله 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 والله الحاجات شوف شوف الكلام شوف الجمال وشوف ألحان شيخ المدحين رحمة الله عليه وشوف الكلمة اللي خارجة من القلب وصل للقلب على طول بس أنا عايز أقول لحضرتك ألحان عايشة أنت برضو الحقيقة البر كله يسير يعني البرك بالعظيم الراحل العظيم محمد الكحلية والمدح الكبير الحقيقة هذا البر هو اللي بيخلي كمان الأعمال الجميلة دي تنتقل وإن شاء الله يعني يتم توارثها كل أجيال إن شاء الله ربنا يثيبه عنا كل خير والله يعني. والله صاحب الفضل بعد الله في كل حاجة حلوة إحنا فيها البردة بتمثل إيه بالنسبة للدكتور أحمد الكحلية يا سلام يا سلام دي محطة في حياتي ومرحلة أنا ما كنتش أعرف البردة وبعدين أنا تعرفت على الإمام البوصيري رضي الله عنه وأرضاه من خلال كتاب لقيت فيه قصيدة اسمها القصيدة المحمدية محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدم اللهم صل عليه فالحقيقة انفعلت بها قوي وأجمل منك وقعدت أشتغل فيها القصيدة دي جننتني وبرضو كنت بقول كلام سيدي حسان بن ثابت وأجمل منك لم ترى قط عين وأجمل منك لم تلد النساء شوف الجمال وأكمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عين كأنك قد خلقت كما تشاء اللهم صل وسلم وبارك عليه فبعد ما عملت المحمدية وأنا في زيارة قدام حضرته وقدام المشهد لقيت واحد بيقول لي عملت البردة قلت له بردة ايه؟ قال لي الامام البوصيري انت محب لحضرة النبي وما تسمعش البردة؟ قلت له عملت المحمدية قال لي لا البردة الكوكب الدري فرجعت بعد ما صليت على حضرة النبي وكأني باخد الاذن والسماح ولقيت البردة قدامي الكلام صعب وانا في الوقت ده عامل فرقة انشاد ديني في وزارة الثقافة اللهم صل على حضرة النبي 160 فرد وأطفال طب إزاي هيقولوا الكلام الصعب ده شو بقى التيسير علامة القبول أطفال صغيرة حافظة البردة صم 160 بيت وقعدت اشتغلت فيها وقعدت بقى على التفاسير بتاعتها من أول أئمة الأزهر الإمام الباجوري والشيخ الفحام وسيدنا الدكتور عبد الله شحاتة كل الناس اتكلمت في البردة وشرحت فيها قلت لا هي دي فربنا أكرمني وكانت هي السبب أني أنا منحت الدكتوراه من جامعة الحضارة الإسلامية في بردة حضرة الله. النبي نسمع بقى ختام البردة حتى تكون مسك الختام في هذه الأمسية الجميلة أوي أوي. حب الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا يخليك كل سنة وحضرتك طيب السادة المشاهدين بألف صحة وسلامة الله يخليك مدحته بمديح أستقيل به
ذنوب عمر مضى. الحمد لله. تشتري الدين بالدنيا ولم تسمي يا أكرم الخلق من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العام. والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كلما مات يا أكرم.
رجائي غير منعكس لديك، واجعل حسابي حسابي غير منخرم، والطف بعبدك في الدار، والطف بعبدك في الدار، إنا له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم. وأذن بصحب صلاة منك دائمة على النبي، على النبي، على النبي، على النبي، بمنهل ومنسجم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان بالكرم، والآل والصحب، والآل والصحب، ثم التابعين، فهم أهل التقى والنقى والحلم، الحلم والكرم يا رب، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، يا رب
الله 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 في هذه الليلة المحمدية الجميلة وهذا الشد الجميل والغناء الجميل والإنشاد الجميل في حب رسول الله عليه السلام. أنا بشكرك جدا الله شيخنا الجليل دكتور أحمد الكحلاوي مداح الرسول عليه السلام، بشكرك على هذا الجمال وهذا الصدق وهذا الأداء. أنا اللي بشكر حضرتك بالنيابة وبشكر فريقنا الجميل فريق المداحين وبالأصالة عن نفسي، بارك الله فيكم إن حضرتك بتتيح لنا الفرصة من خلال القناة الجميلة إن إحنا نلتقي بالجماهير ونمدح سيدنا النبي معهم. أنا الكسبان وأنا اللي حاسس زي ما قلت حضرتك إني ملك بمديح سيدنا. ربنا يكرمك دايما وينفع بيك، وأنا بشكر حضرتك جدا، نورتنا وشرفتنا. شكرا. دي حلقتنا النهاردة كانت ليلة محمدية جميلة في حب رسول الله عليه الصلاة والسلام مع مداح النبي دكتور أحمد الكحلاوي. بشكركم جدا جدا، تصبحوا على ألف خير.